لدى استقبال سموه لوفد من الكونغرس الأمريكي، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن التعاون الدولي له أهمية كبرى في ظل الظروف الراهنة، وأن مملكة البحرين تعمل على إرساء علاقات راسخة مع مختلف الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، التي تحرص المملكة أن تكون العلاقة معها في أقوى صورها، وتسعى دوما لتبني ما يزيد الترابط والتعاون الثنائي بينهما كحلفاء يمتلكان رصيدا من العلاقات التاريخية الممتدة جذورها لأمد بعيد. وقال سموه: نريد أن نرى كل دولة في منطقة تنعم بالأمن والاستقرار، ونعول كثيرا على الولايات المتحدة في ضمان الاتزان والاستقرار في المنطقة والعالم. وشدد سموه على أن وضع المنطقة الأمني يجب أن يبقى دائما مستقرا لثقلها السياسي والاقتصادي ودورها المؤثر عالميا، مشيرا سموه إلى أن مستجدات الأوضاع تتلاحق متسارعة، ويجب التعامل معها بما يحقق مصالحنا ويلبي طموحاتنا دولا وشعبا. هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر سموه بالرفاع صباح اليوم وفدا من الكونغرس الأمريكي يتقدمه السيد دالر إيسيد عضو مجلس الكونغرس الأمريكي. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة جاء في وقت حاسم، واتخذ قرارات صائبة أنقذت كثيرا من الوضع الأمني في المنطقة وعززت من استقرارها، لافتا سموه إلى إسناد مملكة البحرين لكل جهد يستهدف تعزيز التنمية وتثبيت ركائز الأمن والاستقرار العالمي. واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع وفد الكونغرس الأمريكي الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في الإسراع بوتيرة التنمية الاقتصادية، حيث أكد سموه أن المملكة تولي الشأن الاقتصادي أهمية كبرى، والحكومة تعمل بكل جهد من أجل تنويع مصادر الدخل غير النفطي. فيما أثنى وفد الكونغرس على قيادة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموفقة للحكومة وإسهامه المؤثر بما يمتلكه سموه من حنكة وخبرة في الاستقرار الإقليمي والتنمية. وأعرب الوفد عن بالغ تقديره للشراكة الاستراتيجية القوية القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وما أنتجته على الصعيد الثنائي والدولي.